صلة بن أشيم كان يعمل إيه؟ معاه 1000 دينار، راح اشترى أغلى ثوب، أغلى ثوب في الوقت ده، وخصصه بس لقيام الليل. يجي قايم بالليل مغتسل ولابس أغلى ثوب ومتطيب ومتعطر، ويقول لربنا: يا رب، ليس عندي أغلى من ثوبي هذا، والله ما لبسته إلا لك يا حبيبي. الله. قلت لليل: هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال: لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسحار. أنت وربك. فما أجمل أن نتدرب قبل التراويح على قيام الليل. من هنا نجتهد في شعبان. محتاج كمان في الاجتهاد في شعبان حاجة مهمة جدا يا أستاذنا، أعظم عبادة نعبد بها ربنا ونجتهد بها في شعبان ونستقبل بها رمضان: سلامة الصدر. أقول لحضرتك حديث جميل قوي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة، الحديث عند الإمام مسلم: كل سهل هين لين قريب، وأهل النار: كل عتل جعزري جواز مستكبر شنظير فحاش. شفت المصطلحات بتاعت أهل النار عاملة إزاي؟ كله جعزري مستكبر جواز شنظير. معناها إيه؟ المتكبر الغليظ الجموع المنوع المخاصم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند الإمام مسلم قال: أهل الجنة كل مخموم القلب صدوق اللسان. مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا له: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، يعني يكون بيتكلم بالصدق ما بيكذبش، فما مخموم القلب؟ أصل كلمة خم في اللغة العربية يعني كنسة، فمخموم القلب يعني مكنوس القلب من الحقد والغل والضغينة. كأني عايز أقول إيه؟ قبل رمضان هات مكنسة ألماني ادخل قلبك، نظف قلبك من الغل والحقد والحسد. ما انت لو دخلت رمضان ومتخاصم مع ده وشحناء مع ده وبغضاء مع ده ومنكد مع ده وقلبك مليان بالغل، كيف يتقبل الله منك؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الجميل يا دكتور عمرو، قاعد مع الصحابة فبيقول لهم: أول من يمر عليكم من هذا الطريق رجل من أهل الجنة. فتخيل حد ربنا بيشهده. تخيل حضرتك مكانه يا دكتور عمرو، تخيل سيدنا النبي يقول لك انت من اهل الجنه، ده احنا نطير في الهواء. وتخيل، ومش مره واحده، تاني يوم الصحابه منتظرين مين يعدي، عالم كبير، حد كبير قوي. فاذا اللي بيعدي شاب راعي غنم ماشي ورا الغنم بتاعه: يا رسول الله، هو ده؟ اه هو ده. تاني يوم سيدنا النبي قاعد مع الصحابه: اول من يمر عليكم من هذا الطريق رجل من اهل الجنه. فمنتظرين، واحد هو هو نفس الشاب. تالت يوم سيدنا النبي يقول: أول من يمر عليكم من هذا الطريق رجل من أهل الجنة. هو هو نفس الشاب. فمشي وراه سيدنا عبد الله بن عمر. شوف كمان بيتنافسوا إزاي في الخيرات. قعد معاه 3 أيام يراقبه بيعمل إيه عشان يعمل زيه. آخر 3 أيام ليه شخص عادي جدا. فسيدنا عبد الله بن عمر قال له: يعني النبي قال عليك كذا وكذا وكذا، فقول لي أنت بتعمل إيه عشان أعمل زيك عشان أبقى من أهل الجنة. قال له: والله ولا حاجة، لكن هي في حاجة واحدة بس لعلها هي. قال له: وما هي؟ قال له: إني لا أبيت ليلة، يعني لا أضع رأسي على المخدة ونام وفي قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من الناس أبداً.